صباح الخير، كيفكن أحبائي؟ بتمنى تكونوا كلكم بألف خير. أنتوا عم بتشوفوني اليوم، هذا أول مشوار من بعد عمليتي، فاشتقت اشتقت للمشاوير، اشتقت للطلعات للجزدير. قررنا اليوم نطلع نحن والعيلة نتروق برا. اليوم هو نهار عطلة، فقلنا بناخد هالولاد ومنتروق شي شغلة برا. قبل فترة شي أسبوع ونص تقريبا، زوجي جاب معجنات من برا. للأمانة هي أول مرة بأكل معجنات طيبة من برا، دايما أنا بحب المعجنات اللي أنا بعملها، فعجبني طعمتهم. وكان جايب معه من نفس المحل ببيع حمص بطحينة وماليزية وهالقصص ومخللات. فأنا إجمالا من المخللات على طول بتحاشى مخلل اللفت، ما بحسه طيب، ما بيعجبني الشغل الجاهز، ما بيعجبني بهذا المحل. يا الله مخلل اللفت، نكهة اللفت فيه ما بعرف كيف كابسين وكيف مخللين وما بعرف. فقلت له تعال نروح اليوم نتروق عنده، طالما الترويقة نحن مجربينها وعجبتنا، فعارفين حالنا رايحين ناكل شيء طيب إذا الله راد. ورح أخذكم معي وفرجيكم شو رح نطلب هناك. مشو مودي، يا مودي شو عم تلعب؟ خبرني قلبك. عامل التليفون ديركيسيون. احلى شي هون بطرابلس عطول الطريق بيعين موز. يا سلام، طلبنا مشكل لحمة بعجين. هذا شو محشية هيدي؟ هذا سبانخ مخلل اللفت، هذا هو جاي كرماله أنا. وحياة الله يا هيدي طعمته لفت، ما هيك؟ طعمته لفت. دوق ماما دوق، أنا بحب ولادي يأكلوا مخلل اللفت، كتير مفيد. شايفين حتى عن جد بدون أي شيء صحة صح. ليكو لونه ما بتحسوا لونه زهر شبعان صبغات، بتحسوا طبيعي. لسه طلبت شيء هيدي غير هون؟ زوجي ملتهي بالتليفون، أنا بسأله طلبت شيء تاني غير السبانغ ولحمة بعجين؟ حمص وغير الحمص ورقاقات بجبنة وكشك. عن جد ياي بالكشك طيب، ما طلبت لنا بيتزا؟ بلا كمان بيتزا. كمان بيتزا يلا. هيدا مسبحة ما هيك؟ حمص حب وحمص ناعم. طبعا نحن بقية القصص عم تخلص. هيدا الخبز هني بيخبزوه هون. ياي سخن نار. ليكو الدخني. جابولنا هاي شو هي هيدي؟ قال هيدي ضيافة من المطعم، ما بعرف بعتقد سبانخ مع بصل مقلي. جابولنا سلة خبز تانية، ما شاء الله هيدا الخبز عن جد تاكلوا منه ما بتشبعوا، كتير طيب عن جد. هيدي قال ما عندهم بيتزا، مع انه البيتزا عندهم كتير طيبة. اليوم مش عاملين بيتزا. لا والله خلص. شو ماما؟ يلا هيدي محشية قريش مع زيتون. وشو لسه حاطين معي هيدي؟ بندورة بزنة. بندورة، وهلا قرب لكم الكاميرا مزبوط. قريش وبندورة ونعناع، بس طعمتها طيبة. بالنسبة لهيدا الصحن شو بنعمل؟ ناخد حامضة نعملها هيك. هيدا سبانغ مع بصل مقلي. نجيب خبز طبعا بالايد اليمين. شوفوا جميل اللقمة، بسم الله. كتير طيبة. رجعنا طلبنا لحمة بعجين. هلا جابولنا شي جديد. هذا شو هي هيدي؟ لحمة؟
صفيح لحمة يعني؟ ايه. مثل صفيحة بعلبكية. مثل صفيحة بعلبكية. منجرب طبعا هذا. طيب كمان مع عصرة حامض لنعصر عليه حامض. هاي الحامضة كيفية. بسم الله. يامي يامي عجدي. هيدي طيبة. حرين كتريلو حر 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 حر. لساني حر حر على الآخر. بس أنا بحب الحر. على كانت الطريقة طيبة 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 عن جد. مثل المعجنات اللي اجتنا على البيت تماما. وبدكن للحقيقة أكتر شيء أنا يعني تروقت على المخلل اللي فات. ما بعرف شو عم بصير معي. كتير كنت مشتهيته. أكلت فشيت خلقي. عم فكر هلأ أروح اشتري منه وباخد على البيت. اشتري لي شي كيلو كيليان. بس عطلاني هم ليعفنه. فبدي أسأل صاحب المحل إذا بدي أخد شي كيليان مخلل اللي فات على البيت كيف بدي أحفظهم تحت ما يعفنه. أنا بعرف فيني أحط له مي وملح وخل. بس ما بدي أسر على نكهته. بدي يضل هيك محافظ على النكهة اللي أنا عم باكلها. فرح شوف شو حيالي. دخلك حاج. بدي اسألك إذا بدي أخد كيليان من هذا المخلل اللفت كيف بدي أحفظه عندي بالبيت مشان ما يعفن؟ بدي له ملح خشن. ملح خشن؟ يعني للكيليان قد ايه بحط ملح خشن؟ حسب مثل ما كثرت في المضايرات. ماشي رح أحط له يعني ملعقتين طعام تقريبا. بحس إنه إن شاء الله يضلوا محافظين. فرح أخذ منه كيليان. عنده هنيك الفرن. كرمال متابعين الحلوين يلي بطرابلس رح صور لكم المطعم من برا. اذا عبالكم تجوا مطعم فياض صدقوني منه دعاية ابدا. اساسا انا دفعت حق الوجبة يلي اكلناها. دفعنا حقها. بس كتر ما لقمته طيبة مشان اكيد في ناس حيسألوني يا ليلى وين. هو بدير عمار مثل ما شايفين اسمه مطعم فياض. عبالي ياهم للمخلل هون بالكيس. عمل ياهم بكيسان. انا بس روح على البيت بفضيهم بمرطبين كبير. بعتقد حاطط لي هذا هون المخلل وهون المي. اها شايفين هذا هون المي تاع المخلل مشان احفظهم فيه. فقال لي حطيهم بالبراد رح يضلوا اطول مده ممكنه. وقال لي انت حسيتيهم طيبين لانه ما فيهم لا مواد حافظه ولا صبغيات ولا شيء. معه حق عن جد. فبس اوصل على البيت رح احطهم بمرطبين وحطهم بالبراد. جينا هلا على المينا. احلى شيء هذا شو بيسموه هيدي هي الحديده اللي حطينا شنغال اللي كانت للسفن. فأكيد اخدينا من هون حطينا كرمز على الدوار بأول المينا. ما في حدا على المينا اليوم. الجو رايق. طقس حلو للتمشي. خرج الواحد ينزل على الكورنيش يتمشى. تعبيسي دخيل الله ما احلى لبسينات. بس 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 بس. سو سو بيسي ما احلى بيسي. مودي تحبي لبسينات ماما؟ لا لا قوم عن الارض قوم عن الارض. حياتي خلص قوم عن الارض ماما يلا تعال. والله احلى شيء مودي قعدتك هون بالشاريو كرمال ما تهرب. جيت لهون على السوبر ماركت لانه بدي سمنه. فقلت تروقنا وما رح نجوع بهالقرب. يعني صراحة ترويقة الحمص والمعجنات كان في صحن فول فما رح نجوع بالوقت القريب. قلت خليني لبكرة عن جد. أنا ما بعتقد اليوم بقى نتغدى أصلا. فقلت بدي أجي لهون منه منتمشى لأنه الطقس برا برد برد برد. فأحلى شيء نجي على السوبر ماركت الأولاد يتمشوا شوي وشوف غراضي. شوف شو بدي غراض. رح أخد سمنة. يعني مبدئيا أنا بحاجة سمنة.
حشو شو راح اخذ لسه شيء ثاني غير السمنه. هيدي البيستر لازم تطلع على انفي اقل شيء شهر لبين ما الانف اخذ رجع اخذ وضعيته المتينه وما ما صار في شيء، فبضلني عتلاني هم ضلني حطتها بالبيت وبرات البيت. فوصلت هون هلا على قسم السمنه والقصص. اجمالا انا بنقي نوعيه معينه من السمنه، بديها طبيعيه باخذها حيوانيه ما باخذها نباتيه. دائما وابدا خذوا السمنه غير مهدرجه، خذوها حيوانيه وتاكدوا تكون مكتوبه على العلبه 100% ناتورال طبيعي. رح اخذ هاي كيليان. بضيع جوزي وين بلاقيه؟ بلاقيه بهذا القسم. انه هيدي عن جد شو بتستحلوا انتوا الرجال بهيك اشياء؟ شو بتستحلوا؟ انا اذا بوقف هون يعني دقيقه 60 ثانيه ببلشوا اجريه يوجعوني من الوقفه. يا دخيلكم ما بقى فيي. انا رايحه. ايه ها؟ هذا القسم اللي انا بحبه. قسم اغراض المطبخ. الحمد لله ما ناقصني شيء، بس بحب اتفرج يعني صراحة. شو يا مودي؟ فلت. وين في فلد؟ وين في فلد؟ بدك فلد؟ ليش شو الفلد؟ بده فرد. طلع فيني؟ ليش شو الفرد؟ ما بدنا فرد لا. مودي ليه عم تكون غليظ؟ مودي ليه عم تكون غليظ؟ بعمل هيك. لا عم تتغلى. ماما حط الكيس محله، ليه عم تعذب حالك؟ يا الله عمودي وغلاظة مودي. وهي رجعنا على البيت من بعد هالمشوار الحلو. الحمد لله أنا تاركة كل شي وراي نظيف. ما أحلى الإنسان بس يرجع عبيته يلاقي كل شي نظيف بحس براحة نفسية. رح طلع هلأ من خزانة المطبخ تبرويرات إزاز تحط فيه هون المخلل اللفت يلي جبته معي. طلعهم من الكياس ورح حطهم بتبرويرات إزاز. أنا بحب حط كل شي بدي أحفظ جوات البراد بإشياء إزاز. بحس هول كتير مني حجم مناسب وإزاز مثل ما أنا بدي. أهم شيء أحجامهم كبيرة ورح تساع، يعني حتى لو نحطوا معي بتنتين أنا ما بتفرق معي، المهم إزاز. صراحة عندي بلاستيك كبير يعني بشيلهم كلهم وأكتر كمان، بس أنا عم بتحاشى البلاستيك، حب يحطهم بإزاز. الحلو بهول التابيرويرات تقلكن على شغلة، هيدي فيني استعملها كصينية للفرن، يعني فيني اخبز فيها بشاميل كيك اي شيء وحطها بالفرن، وبنفس الوقت مثل ما شفتوا رح احفظ فيها اشياء حطها بالبراد. اول شيء فضيت الكيس يعني فيه اللفت، كيس المي لسه ما فضيته. هيدا في مي الله يجزي الخير عبالي مي تا ينحفظوا معي بالاكبر وقت ممكن، حطهم بشكل متساوي. طبعا انا اول ما وصلت غسلت ايدي كتير منيح، بس برضو بحب البس كفوف تا وقت اللي بدي ادقر هيك اشياء فيها ملح تا ما يأذولي ايدي. هيك منيح بعتقد الحجمين متساويين. نفتح هذا الكيس. يا سلام، صار عنا مخلل صحي ومخلل اللفت كتير عن جد كتير صحي. اذا بتحبوه كتروا منه وجيبوا هيك يعني اشياء صحية تكونوا متأكدين ما فيها مواد حافظة وما فيها صبغيات. يعني هذا اللون الزهري اللي فيها هيدا من الشمندر، ما نحطي له صبغيات، حني حاطين شمندر عطيها هذا اللون الزهري. ومودي هون مصر على الغلاظة، عم يعمل الغطا تاع التبروير ديركيسيون. ماما ضروري ارجع غسله تبع تينيا. تينيا لارجع غسله. تينيا مودي اليوم مودي. بسم الله عليه. رح ارجع غسل الغطا. هات ماما شطور. وهيك بتضل شهور بالبراد ما بيصير على اي شيء. طيب حد الفلافل، وهون كمان عندي كبيس فليفله
كمان طيب حد الفلافل حد الحمص الفول يا سلام. وهون حبايب قلبي انا بينتهي الفيديو تبعي لليوم، بتمنى من كل قلبي تكونوا انبسطتوا معنا بهالمشوار الحلو. اكتبوا لي تحت بالكومنتات اذا بتحبوا صور لكم هالمشاوير الصغيره يلي بطلعها انا وعائلتي او انا وزوجي لحالنا، فاكتبوا لي بالكومنتات حابه اعرف، واتركوا لايك للفيديو تعرف انه عم يعجبكم هيك نوع من الفيديوهات. مثل ما شفتوا تقريبا خلص النهار ونحن بعدنا على الترويقه، يعني هي صراحة يلي بيتروق فول وحمص، شفتوا انتوا على الترويقة كان في صحن فول، فالفول والحمص وفوقه معجنات بتحسوا بيصدم، يعني بيضل الواحد شبعان لأطول وقت ممكن. صراحة يمكن ما بقى ناكل، يمكن اعمل هيك نقروشي خفيفي هلا على السهرة، يا اعمل بوشار واعمل عصير طبيعي عصير افوكاو موز، فرح نقضيها هيك بدون اي طبخ. هاي اليوم رياحة ما عليه بيطلع لنا لازم نعطي لحالنا كمان من وقت لوقت استراحة، بيلبق لنا كل ستات البيوت الله يعطيهم العافية بيلبق لهم من وقت لوقت يرتاحوا ويعطوا بريك لنفسهم. ف اخر شيء بدي اقولكم اياه اني بحبكم كتير، وملتقانا بفيديو جاي باذن الله. باي. ورح اروح انا اغير هيدي اللزقه واحط لزقه جديده.